دكتور عالم جليل ورئيس السلطة التشريعية وفقيه تعتز به ليست مصر فقط بل الأمة العربية كلها والدساتير العربية والعالم العربي بأجمعه، فقد شارك كرئيس للبرلمانات العديدة وإلى جانب أستاذيته الرائعة في القانون الجنائي الذي تميز به عن غير سائر أقرانه في هذا المجال، وتميز في أدائه في عمل البرلماني لفترة طويلة عقب توليه وزارة التعليم، فكان رئيسا للسلطة التشريعية أدارها إدارة لم نرها حتى الآن، وأنجزت الدولة العديد من التشريعات في سائر المجالات التي لا تستطيع إلا أن تستمتع بها وبما تحويه من فكر، وكيفية إدارته للجلسات وحكمته البالغة في الإدارة أثناء توليه السلطة التشريعية. أيضا يشرفني حضور معالي نائب رئيس المحكمة الدستورية دكتور عبد العزيز سلمان، وهو صاحب من أرسى العديد من مبادئ المحكمة الدستورية العليا وشارك في إعدادها وفي صياغتها وفي فكرها، الذي نسعد جميعا بفكر المحكمة الدستورية الذي أنار مصر كلها والعالم العربي كله، وتقدمت كمحكمة على سائر المحاكم الدستورية في العالم، لدرجة أنها وضعت مبادئ وخاضت في سائر التشريعات وكانت حصنا حصينا في الحفاظ على المبادئ الدستورية. وإن كان الجميع سواء في القضاء أو في المحكمة الدستورية أو في كل المحافل سيجد هناك هبات وعواصف لا بد أن يتركها تمر، وهنا يظهر قضاء الملائمة. أحيانا قضاء الملائمة في بعض القضايا قد نقرأه جميعا ونرى فيه أنه ليس حكم القانون الصحيح، لكنه هناك قضاء ملائمات يستطيع به أن يقول القاضي ما لا يترك كله، ما لا يدرك كله لا يترك كله. وكذلك قضاء مجلس الدولة، وقالها أستاذنا العظيم الفقيه العالم الدكتور عبد الرزاق السنهوري منذ توليه رئاسة مجلس الدولة، إن القضاء سيتعرض لهبات ورياح وعواصف فعليه أن يتركها تمر، لكن الوقوف أمامها قد يؤدي إلى العصف بكل الحريات. ومن هنا يأتي إدراك 80% أو 90% من الحريات أفضل من لا شيء، خشية أن يؤدي ذلك في النهاية. بما أن موضوع، وأيضا أتشرف بالإشارة إلى وجود معالي نقيب المحامين الذي له باع طويل في الدفاع، وهو من أصحاب الفكر الناصري المعروف، ويعني أدى أدوار جليلة لنقابة المحامين، ولا زالت في عهده أدى العديد من الخدمات، سواء الخدمات الطبية وتطويرها على مستوى، لأن ليست مهنة المحاماة فقط تيسير أداء مهنة المحاماة، إنما كان مدافعا أيضا عن جداول المحامين وعن تنقيتها من الدخلاء على المهنة حتى يحفظ لأصحابها مكانتهم وأرزقهم وبما يكفل لهم مكانتهم في المجتمع، فهو أدى دور بارز لا يغفله أحد في هذا المقام. أما الموضوع اليوم فهو القضاء والدستور والمحاماة. القضاء والدستور والمحاماة يعني نستطيع أن نقول أن الدساتير المختلفة بدءا من دستور 23 حتى اليوم، كل دستور، لأن الدستور أصلا دائما ما يتكلم عن السلطات الثلاث، عن نظام الحكم والجزء المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، فينص دائما على هذه المسائل لينظمها عشان يضمن أن التشريعات تسير في هذا النطاق. لكن كل الدساتير بدءا من دستور 23 هنجد ظاهرة إلى ما قبل دستور 2012 كانت هذه الدساتير تتحدث عن السلطة القضائية فيما لا يجاوز 4 أو 5 أو 7 أو 8 مواد، فنجد دستور 23 يدوب وضع المادة 30 والمادة 31 اللي هي السلطة القضائية تتولاها المحاكم وتصدر أحكام المحاكم وتنفذ باسم الملك، فدائما يتكلم عن من الذي تنفذ باسمه الأحكام، ودائما ما يتكلم عن المحاكم التي هي تتولى أعمال السلطة القضائية، ثم يتكلم دائما عن استقلال القضاء فيتكلم عن القضاء مستقلون ولا يستطيع أحد أن يتدخل في شؤون العدالة، أيضا يتكلم عن ترتيب جهات القضاء ثم ينقل لعدم جواز عزل القضاء
كضمانة أساسية لهذا العمل، ثم يتطرق إلى آداب تعيين القضاة وأعضاء النيابة وغيرهم، فيقول أنهم يتعينوا بقانون، القانون ده يحدد رواتبهم وأوضاعهم وشروط تعيينهم وكيفية تأديبهم وكل ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بشؤون القضاة. ثم كان المشرع الدستوري في 23 متيقناً أنه سيكون هناك صراعاً دائماً ما بين السلطات العسكرية والقضاء العسكري والقضاء المدني دائماً، وحتى لا يمنع أو لا يؤدي إلى تغول سلطة على سلطة أخرى، فبدأ دستور 23 في المادة 131 يتكلم عن القضاء العسكري ويقول: يوضع قانون خاص شامل لترتيب المحاكم العسكرية وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توفرها في من يتولون القضاء فيها. أيضا جاء دستور سنة 30 مطابق لنفس الأسس وفي مواد لا تتجاوز 7-8 مواد، وأيضا أفرد المادة 120 للكلام عن ترتيب المحاكم العسكرية. أما دستور 56 تكلم عن المبادئ العامة أيضا، وأفرد المادة 183 ليتكلم عن ترتيب أيضا المحاكم العسكرية وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توفرها في من يتولون القضاء فيها. أما دستور 58 لأنه كان أحد الدساتير المؤقتة لم تجد باب السلطة القضائية بالضبط 5 مواد: القضاء مستقلون غير قابلون للعزل، يرتب القانون جهات القضاء، وجلسات المحاكم علنية وتصدر الأحكام وتنفذ باسم الأمة. ثم جاء دستور 64 لينظم المسألة بمواد لا تزيد في مجموعة عن اللي قلناه، لكن نظم أيضا ترتيب محاكم أمن الدولة، فبدأ في المادة 160 يتحدث عن كيف ينظم القانون محاكم أمن الدولة وغيره. وجاء دستور 71 لأن في ظل هذه الدساتير لم تكن مصر في الفترة من 23 حتى إلى ما قبل 46 وهو تاريخ إنشاء مجلس الدولة لم يكن هناك تنازع، كان القضاء العادي هو القضاء صاحب الولاية العامة في سائر المنازعات، ولذلك نجد كل القوانين كانت بتنظم مين اللي هيقوم حتى في قوانين السلطة القضائية بالدور الذي تقوم به الآن المحكمة الدستورية العليا. وحينما أنشئ مجلس الدولة يمكن قانون السلطة القضائية اللي في سنة 65 بدأ ينظم إزاي يحصل التنازع ومين اللي يفصل في التنازع ومحكمة التنازع وكيف تشكل، وكانت المحاكم في الفترات السابقة على إنشاء المحكمة العليا اللي هي سميت فيما بعد المحكمة الدستورية العليا، حيث أنشئت المحكمة العليا في 69، كان قبلها كانت المحاكم إذا أرادت أن تباشر الرقابة الدستورية كانت تباشرها من خلال رقابة الامتناع، يعني لا يستطيع القاضي سواء القاضي العادي أو القاضي الإداري أن يقول ببطلان نص أصدرته السلطة التشريعية، وإنما كل ما كان يفعله أن يمتنع عن تطبيقه على المنازعة إذا تمين له عدم الدستورية، مثلما يفعل القاضي الإداري في القضايا المتعلقة باللوائح، يعني إذا صدرت لائحة من السلطة المختصة ولم يطعن أحد عليها في خلال الميعاد تصبح اللائحة محصنة ضد الطعن بالإلغاء، لكن ده لا ينفي الطعن بعدم الدستورية إذا كان العوار الذي شاب اللائحة عوار دستوري، سيظل باب الطعن مفتوحا والمحاكم تحيل إلى المحكمة الدستورية لتنظر مثل هذه المسائل. لكن إذا فات ميعاد الطعن وكانت المسألة هي مخالفة مشروعية، أي مخالفة اللائحة لحكم في القانون بأن استحدثت مسائل تعارض الأحكام الواردة في القوانين، حينما تعرض المنازعة على القاضي يستطيع القاضي الإداري أن يمتنع عن تطبيق اللائحة، وهي في هذه الحالة أشبه برقابة الامتناع اللي كانت بتباشرها المحاكم في الرقابة الدستورية، فلا يستطيع القاضي أن يلغي اللائحة ولكن يمتنع عن تطبيقها على اللائحة على القرارات اللي قدامه. ولذلك بنلاقي لوائح الجمارك وغيرها من اللوائح بعض المحامين وغيرهم لا يستطيعون الناس أن يتنبأوا بالعوار اللي موجود في اللوائح إلا بمناسبة منازعة جاءته لدراسته، فحينئذ يتنبه أن اللائحة مخالفة للقانون، يكون انقضى ميعاد الطعن بعد النشر في الوقائع المصرية أو في الجريدة الرسمية بحسب درجة ومستوى اللائحة إذا كانت صادرة من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء بتنشر في الجريدة الرسمية وما عداها في الوقائع المصرية، فيضطر القاضي الإداري
أن ينتحي جانبا عن تطبيق اللائحة الجمركية أو المنشورات الجمركية التي أصدرها بحجة أنها مخالفة لحكم في القانون. ويمكن تصدى مجلس الدولة، ذكرني معالي المستشار عبد العزيز به وهو يتصدى لمسألة النفاذ إلى القضاء. وأخطر مسألة في النفاذ إلى القضاء تلك المصروفات القضائية الباهظة التي أصبحت أقرب إلى الجباية منها إلى الرسوم القضائية، وذلك في خصوص الرسوم النسبية. فالرسوم النسبية لا يتصور متقاضي أن يطالب بقيمة أرض أو بعقار أو بغيره أو بحقوق عينية عقارية متصلة بها أو بنزع ملكية متعلق بهذه الأرض ليفاجأ أن الرسوم النسبية تصل إلى الملايين. فإذا حكم برفض الدعوة يفاجأ بمطالبات تصله على منزله بأمر من رئيس المحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاستئناف يطالبه بقيمة رسوم قضائية تصل إلى الملايين، بل والحجز على عقاراته وأمواله، مما يجعل المواطن يقول يا ريتني ما كنت رحت للقضاء. ده كانت مروحة سودة زي ما بيقولوا، يعني أنا بدل ما رايح أكسب يعني جزء من حقوقي. ده كانت النتيجة أن وزارة العدل بدلا من أن تتصدى لهذه المسألة، للأسف مساعد الوزير لشؤون التنمية الإدارية وغيرها أصدر كتابا دوريا برقم 2 لسنة 2009 خاطب فيه جميع المحاكم بأن تحصل الرسوم النسبية على خلاف حكم القانون، أن تحصل الرسوم النسبية بالشكل الباهظ اللي بنتكلم عليه. ولذلك المحكمة الدستورية في العديد من أحكامها قالت إذا الرسم تحول من أداة لمقابل خدمة العدالة، لأن المفروض أنا رايح أطلب خدمة العدالة، حينما يجب أن يساهم المواطنين في أداء الخدمة في مرفق العدالة، لكن لا أن تصل الرسم إلى حد أن تنزع أملاك الناس في سبيل تحصيل هذه الأموال. وعرض الأمر على محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا فأوقفت تنفيذ العمل بهذا الكتاب الدوري، وأوقفته لأنه لم ينشر، يعني اكتفي، وبالتالي فكرة الرقابة عليه المباشرة مش هتتقيد بميعاد 60 يوم. أيضا هنلاقي نقلة، كان أول دستور فيه نقلة يفصح مجال للسلطة القضائية هو دستور 71، أراد المشرع فيه أن يردد سائر الأحكام التي وردت في الدساتير السابقة، لكنه أفرض نصين هامين، إحداهما لمجلس الدولة ليقول أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة بتفصل في المنازعات الإدارية، ليمنع عصف السلطة التنفيذية ومن خلال أدواتها مع السلطة التشريعية بمجلس الدولة في يوم من الأيام. فأراد أن يضعه في الدستور حفاظاً وحماية لحقوق وحريات المواطنين، بعد أن أثبت مجلس الدولة في الفترة من عام 46 إلى عام 72 أنه جدير بالحماية، لم ينشأ ليكون قاضي الدولة بل ليكون قاضي محايد في المنازعات التي تعرض عليه، ولا ينحاز إلى فكرة الدولة إلا إذا كانت المصلحة الخاصة تتعارض مع ترتيب المصالح العامة ومع المرافق العامة وحسن سيرها، وحينئذ يتصدى بالتعويض لا بالإلغاء، لأن سيكون القرار أيضا محققا المصلحة العليا التي يجب أن تعلو على مصالح الأفراد في المجتمع. وأفرد هذا القانون نصوصا للمحكمة الدستورية العليا، وأنها هي التي سوف تراقب دستورية القوانين، وهي اللي هتقوم بدور محكمة التنازع اللي كان موجود في قانون السلطة القضائية، وهي اللي هتفصل في التنازع الإيجابي والسلبي في الاختصاص، وهي اللي هتفصل في تناقض الأحكام إذا ما تعارضت الأحكام بين جهات القضاء. إلى هنا كانت الدساتير عادية في تناول السلطة القضائية، إنما ما اللبث أن قفز إلى السلطة في عام 2012، وكلنا يعلم التغيرات الاجتماعية والتي يتم إعداد دستور في ظلها، لا يستطيع أي فرد أن يقول أنه سيكون دستورا متوازنا، لأن الكل يضغط والكل يبغي المصلحة العامة، ولكن هناك ضغوط تباشر في نطاق هذا الدستور. فالدستور ده تكلم عن السلطة القضائية وأرادوا أن يكون إفراد النائب العام بنص في الدستور، مع أن كل تعيين رؤساء جهات القضاء بما فيهم والنائب العام هو رئيس للنيابة العامة وهو فرع وشعبة من السلطة القضائية، وشعبة أخرى
من السلطة التنفيذية. لماذا إفراده في الدستور ووضعه وكيفية اختياره وليكون برئاسة رئيس الجمهورية؟ ثم الاعتداء الصارخ اللي تم على المحكمة الدستورية في هذا الدستور ومحاولة العزل، عشان كده بنقول ان نصوص العزل نصوص هشة، اذا لم يحميها المجتمع بقوة لن يحميها الا المجتمع. سرعان ما نص دستوري يعصف ويخرج اعضاء من المحكمة الدستورية العليا ليطيحوا بهم الى جهاتهم. من كان في هيئة المفاوضين في مجلس الدولة فليرجع إلى مجلس الدولة، من كان مستشارا في الاستئناف فليرجع إلى الاستئناف. أطاح بكل هذه المسألة تقول في مصر أن الضمانات ليست ضمانات نصوص، يعني رغم أن النصوص أي هذه نصوص دستورية تعصف بأعلى محكمة موجودة في مصر، المحكمة التي تصون الدستور. ثم جاء أيضا نفس الكلام في دستور 2014، لأنه أيضا كان في أعقاب ثورة أخرى. حينما تقرأ دستور قراءة متأنية لدستور 2014 تجد كأنك تقرأ تشريعا وضعيا وضعته السلطة التشريعية، لا يمكن أن يكون قانونا دستوريا. طارة يتغزل في نهر النيل وطارة في الرياضة، كل من هب ودب يلا نحط له نص في هذا الدستور، فلا نكون أمام دستور على الإطلاق. يعني لما تقرأ نصوصه حتى التعارض بين نصوصه واضح، يعني يأتي هذا الدستور ليحدد أخطر ما فيه ولايات القضاء، وحينما تتحدث عن ولايات القضاء فأفرض نصوصا هامة، حدد ولاية السلطة القضائية وحدد ولاية مجلس الدولة وحدد ولاية دول كجهات قضاء، ثم حدد ولاية القضاء الإداري العسكري الممثل في اللجان القضائية لتشارك القاضي الإداري في الاختصاص القضائي الإداري. أيضا نظم القضاء العسكري تنظيما جيدا، لأنه في فترات سابقة أشير هل النصوص الدستورية التي تناولت القضاء العسكري تقصد القضاء الجنائي أم القضاء الإداري أم غيره من القضاء. عرض الأمر على المحكمة العليا، إبان تسميتها بهذا الاسم اللي هي المحكمة الدستورية العليا في 69 أو 70، وتصدت للمسألة وقالت إن النص الدستوري لم يتناول القضاء الجنائي العسكري بل يتسع إلى غيره من أشكال القضاء، فقد يتناول القضاء الإداري. وكان ذلك بمناسبة لجان شؤون الضباط واختصاص لجان شؤون الضباط في القضاء العسكري بنظر منازعات الضباط، فانتهت في هذه اللحظة إلى أن النص المتسع اللي موجود في الدساتير السابقة يتسع لكل هذه الأمور. ثم جاء الدستور الجديد ليحدد أنه قضاء جنائي ينظر فقط منازعات بعينها، منازعات تتعلق بالثكنات العسكرية وغيرها والاعتداء على الآلات والمعدات والحاجات العسكرية إلى جانب منازعات التجنيد وغيرها من المنازعات. لكن هذا النص أحال إلى قانون يحدد الاختصاصات الأخرى. لا يتصور بعد أن تحدد الولايات القضائية في الدستور أن يأتي قانون ليحدد. هنا خلط رهيب من جانب المشرع الدستوري، لأن الفرق بين هذا الدستور ودستور 71، ودي أهم مسألة كانت تتعرض لها المحكمة الدستورية العليا دائما وكانت تشغل فكر القضاء الإداري والقضاء العسكري والقضاء العادي، هي الفكرة المتعلقة بالمادة 167 من الدستور. كانت المادة 167 من الدستور تقول أن القانون ينظم الهيئة القضائية وينظم اختصاصاتها، وكان في ظل هذا يستطيع المشرع العادي أن يتدخل لينتزع المنازعة من قاضيها الطبيعي ليدخلها في ولاية قاضي آخر، إعمالاً للمادة 167 من الدستور. حينما اختفى النص المقابل، لأن دستور 2012 ودستور 2014 تولى بيان الولايات القضائية على سبيل الحصر، لدرجة أنه اتكلم عن اللجان القضائية. أين هي اللجان القضائية؟ لم يعد لها وجود في هذا الدستور، إنما يفهم أنه حكم انتقالي بحكم أن هناك لجان ذات اختصاص قضائي تنظر بعض المنازعات إلى أن يفصل فيها، ثم لا تكون هناك ولاية
إلا لجهات القضاء. في ظل هذا الدستور أيضا أثيرت نزاعات مع القضاء الإداري. كان القضاء العسكري أيضا يختص بنظر المنازعات فقط بتاعت شؤون الضباط وفقا لما استقر إليه قضاء الدستوري، وجاءت المحكمة الإدارية العليا في عام 84 لتقرر هذه المسألة وتقرر الاختصاص للجنة شؤون الضباط بنظر منازعات الضباط. ثم طرح أمامها منازعات القبول في الكليات العسكرية ومنازعات فصل الطلاب من الكليات العسكرية باعتبارها أنها شأنها شأن سائر المنازعات الأخرى المتعلقة بسائر الطلاب، فهي شروط قبول في كلية عسكرية شأنها فقط لا تتحدث إلا عن اشتراطات الطبية وغيرها من الاشتراطات. فجاء النزاع وحسمته المحكمة الدستورية العليا، عرضته المحكمة على المحكمة الدستورية فقالت لا، يظل الاختصاص لمجلس الدولة. فأراد المشرع في دستور 2014 أن يفصل هذه المسألة ويقنن مبدأ أن اللجان القضائية تختص بنظر اللجان القضائية لشؤون الضباط سائر المنازعات. ثم جاءت المحكمة الدستورية في 2017 أثير برضو النزاع بشأن الكليات العسكرية لتقول أنها شأن من شؤونهم، لأن الطالب في الكلية العسكرية يعامل كما لو كان أحد أفراد القوات المسلحة ويجب أن يترك الأمر لهذه اللجان. أيضا صار النزاع بين القضاء المدني والقضاء العسكري في مسائل منازعات الملكية، وجاءت المحكمة الدستورية رغم أن الأحكام صادرة من محاكم عسكرية في مسائل جنايات تحبس المتهم وتنزع أرضه وتقرر أن الأرض غير موجودة لهذا الشخص، فتأتي لتقول أن القضاء المدني هو القضاء صاحب الفصل في الملكية، وبالتالي لا يجوز لجهة القضاء العسكري أن تتصدى لهذه المسألة. أيضا يمكن أستاذنا العالم الجليل يتصدى لفكرة هل من الملائم وجود قضاء جنائي في أرض مصرية واحدة ذات ولاية واحدة تباشر من خلال ولايتين قضائيتين وتمسك كل سلطة منها بزمام المسألة؟ ألا يقتضي الأمر وجود قضاء جنائي موحد تحت إشراف النائب العام وتتولاه النيابة العامة وحدها ولا يكون لغيرها مباشرة ولاية القضاء؟ فليس هناك فارق بين ضابط الشرطة الذي يسوق سيارته ويطيح بأحد الأفراد فيحاكم أمام النيابة العامة، ثم إذا ارتكب الجريمة منفردا ضابطا بالقوات المسلحة نجد أن الاختصاص ينعقد للقضاء العسكري. هذه تجزئة للولاية القضائية الجنائية أنا لست متخصصا فيها، ولكن أقول ببساطة أنها عودة إلى تقنين عصر الامتيازات الأجنبية. يجب أن تكون الولاية الجنائية ولاية واحدة على أرض مصر، لا تتعثر فيها الولايات ولا تتفرق، لتكون زمامها بيد سلطة واحدة، سلطة مدنية لا تحتاج إلى اعتماد أحكامها من سلطات عسكرية، لكي تكون كل مطمئن إلى وجود قضاء جنائي قابض على هذه المسألة. وحتى لا أطيل عليكم في هذا المجال، أنا عارف أن مدة الكلام ربع ساعة، أعتقد أن استغرقت أكثر منها، فأنا بعتذر، هو الموضوع طويل، لم أتكلم في كل الورق اللي معايا، لكن أنا بعتذر لأنه زي ما قال معالي المستشار هذا الموضوع يحتاج إلى ساعات وإلى ندوات وليس إلى لكي تكون المسألة في مسألة محددة يلقى عليها الضوء كاملا وليس في مجملها. لكن أكتفي أن معالي المستشار غطى كل ما يتعلق بالسلطة القضائية وعلاقتها من خلال المبادئ المستقرة التي دايما استقرت عليها وأقرتها محكمتنا العليا المحكمة الدستورية العليا. شكرا.